طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحافة الأسبوع، معي أنا عبد الله مخضر. والبداية من غرفة الأخبار بصحيفة الأيام، حيث نشرت خبر بعنوان الجنوب هو اللغم القادم إن لم يلتفت لمطالب أبنائه. وبدأت الصحيفة الخبر أن رئيس مركز جهود لدراسات عبد الستار الشميري أكد أن الجنوب سيكون اللغم والحرب القادمة إذ لم يتم الالتفات إلى القضية الجنوبية كقضية محورية، وإشراك الحراك الجنوبي في كل تفاصيل الحوار السياسي الداخلي والخارجي. وأشار الشميري إلى أن مخرجات الحوار الوطني كانت الحل الأمثل لجميع قضايا اليمن بما فيها القضية الجنوبية، وكان الجميع ممثلا في لجان الحوار، وأهم ساد البلاد في ذلك الوقت أن كل الأطراف كانت ضعيفة، لذا جلس الجميع للحوار دون شروط. وأضاف قائلا عندما تريد الانفصال يجب أن يكون الجميع من قيادات تاريخية وأن يكون هناك اتفاق بين السياسيين والشعبين على هذا، لكن يتواجد على الساحة اليوم في الجنوب 11 فصيلا سياسي، وهناك من 7 إلى 9 فصائل لا تؤيد مبدأ الاستقلال، ومع نظرية الحكم اللامركزي وإعطاء مساحة للجنوبيين للحكم الذاتي وإعادة ترتيب البيت الجنوبي لما أصابه من مظالم. تناول صحيفة الأيام خبر يقول مصير مجهول لشباب جنوبيين جندوا في العسكرية السادسة. وقال كاتب الخبر هشام عطيري أن عاقل قرية الثعلب شرق مدينة الحوطة في محافظة لحج أحمد الكوكباني طالب بالكشف عن مصير عشرات الشباب الذين تم تجنيدهم في أحد ألوية المنطقة العسكرية السادسة دون ترقيم والزج بهم في جبهة الحدود. وقال الكوكباني لصحيفة الأيام إن عشرات الشباب الذين تم استقطابهم بشكل منظم لغرض التجنيد لا زال مصيرهم مجهولا، بعد معلومات وصلتهم بأن كل من تم تسجيله من الشباب زج بهم في الخطوط الأمامية للجبهة على الحدود دون تدريب أو تأهيل، مما يشكل خطرا على حياتهم لعدم امتلاكهم الخبرة القتالية. وأضاف للأيام إن الشباب المغرر بهم تعرضوا لخدعة بعد أن وعدوا بأنه سيتم توزيعهم على الوحدات العسكرية في الجنوب بعد ترقيمهم. كتب عارف باموماً في صحيفة الأيام مقالاً مطولاً بعنوان كيف تحولت شباب من قبلة للسياحة إلى مسرح للاغتيالات. وبدأ الكاتب المقال شباب حضرموت اسمه لا يكاد يذكر إلا مقروناً بالتاريخ والتراث، فمدينتها التاريخية المصنفة كأولى ناطحات السحاب في العالم مبنية من الطين تشكل متحفاً مفتوحاً يستهوي الزائرين والباحثين عن أسرار العمارة الطينية وإبداع الإنسان اليمني، لكن المدينة التي كانت على مر السنين قبلة للسياحة أصبحت أخيراً مسرحاً للاغتيالات والتصفيات. وتابع الكاتب وبحسب إحصائية للعربي الجديد شهدت مديرية شباب خلال 2018 14 عملية اغتيال راح ضحيتها 15 شخصا فضلا عن 3 محاولات اغتيال، إلى جانب محاولة للسطو على مصرف خاص. ووفقا للإحصائية فإن ضحايا الاغتيالات معظمهم من جنود الأمن والجيش وأفراد قبليين، فيما استهدفت محاولات اغتيال إمام مسجد واثنين من شيوخ القبائل. وأضاف الكاتب تسبب الانفلات الأمني الكبير وظروف الحرب التي تشهدها البلاد عموما بشلل شبه تام للنشاط السياحي في شباب، على الرغم من محاولات محلية لإنعاش المدينة من خلال فعاليات شعبية تقام في مواسم الأعياد والمناسبات الدينية. وإلى صحيفة البيان الإماراتية، حيث قالت أن دولة الإمارات العربية المتحدة شددت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقات على ضرورة التطبيق الكامل للالتزامات السويد باعتبار ذلك أولوية بعيدا عن التسويف والتعطيل والتلاعب والهروب عبر المطالب والشروط الجديدة. وقال قرقات حسب ما ذكرت الصحيفة في حسابه الرسمي على تويتر
التطورات حول الحديدة تشير إلى أن لا نية للحوثي باحترام التزاماته الإنسانية والسياسية في السويد. آن الأوان للعديد من المنظمات الغير حكومية والرأي العام الدولي أن يضغط على المعطل الحقيقي للحل السياسي في اليمن. وأضافت الصحيفة أن قرقاش أكد أن التحالف في موقف سياسي جيد جدا، وهو يراقب محاولة الحوثي التلاعب بالتزامات واضحة، مشيرة إلى أن الحوثي يكرر ممارساته الساعية لإفشال اتفاق السويد، كما أفشل الكويت وجنيف، معتبرا أن العدوان الحوثي على اليمن وشعبه يتعرى أمام الرأي العام الدولي. كما شدد على أنه من الضروري التنفيذ الكامل للانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة لاستمرار في المرحلة القادمة للعملية السياسية. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث قالت الصحيفة أن وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية عبد الرقيب فتح اتهم الميليشيات الحوثية باحتجاز 72 شاحنة إغاثية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي كانت متجهة إلى محافظة إب. وقالت الصحيفة أن الوزير فتح في تصريحات رسمية قال فيها أن الحوثيين يقومون بعمل ممنهج ضد العملية الإغاثية في اليمن، ويهدفون من خلاله لتجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط الحقوق المتمثلة في وصول المستحقات الإغاثية إلى المحتاجين. وحمل الوزير اليمني حسب ما ذكرت الصحيفة الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكارثة الغذائية الإنسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة. وأوضح أن هذه الانتهاكات الإرهابية الجسيمة لن تمر دون محاسبة، وقال إن الحكومة اليمنية سترفع القضايا إلى المحاكم الدولية ضد الانقلابيين الذين يقومون بشكل مباشر بتجويع الشعب اليمني ويسهمون في تردي الوضع الإنساني في مناطق سيطرتهم، واصفا الميليشيات الانقلابية بأنها أكبر المنتهكين للعملية الإغاثية والإنسانية في العالم. وطالب فتح برنامج الأغذية العالمي بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية في مناطق سيطرة الانقلابيين لضمان التوزيع المنضبط للمواد الإغاثية ولتفادي قيام الميليشيات المسلحة الحوثية بنهبها وعرقلتها. قالت صحيفة الشرق الأوسط أن محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن أكد أن الميليشيات الحوثية الانقلابية أمام اختبار حقيقي، وهو تطبيق اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة الشهر الماضي، مشددا على أن الجميع ينتظر انسحاب الميليشيات من ميناء ومدينة الحديدة قريبا. وأوضح الجابر حسب ما ذكرت الصحيفة أن السعودية تؤيد الحل السياسي في اليمن وتدعم ذلك، وفي الوقت نفسه حذر السفير السعودي أن المملكة لن تسمح باستنساخ حزب الله على حدودها الجنوبية أو أن يتحول اليمن إلى صومال جديدة. واتهم السفير السعودي الميليشيات الحوثية بتدمير اليمن ومؤسساته واتهم السفير السعودي الميليشيات الحوثية بتدمير اليمن ومؤسسات الدولة تنفيذا لأجندات خارجية من النظام الإيراني، وذلك للسيطرة على البحر الأحمر وباب المندب. وتابع الميليشيات الحوثية دمرت الآمال والدولة والنسيج الاجتماعي اليمني والمنظومة العسكرية والأمنية، وعاصفة الحزب ستنتهي بيمن آمن ومستقر يعمل بمساعدة من أشقائه في المملكة والخليج والمجتمع الدولي، ويحتاج هذا حلا سياسي بين جميع الأطراف ينهي الأزمة الحالية ويعيد الحياة للشعب، وسيكون برنامج التنمية وإعادة الإعمار أحد البرامج الرئيسية. نشرت صحيفة شرق الأوسط مقالة للدكتور محمد علي السقاف تحت عنوان الأمم المتحدة في اليمن، السلم من دون السلام. وبدأ الكاتب المقال بحلول عام 2019، هل سيشهد اليمن بداية حالة سلم ونهاية لأزماته المستدامة من صراعات مسلحة وعدم الاستقرار، أم ستبقى الأوضاع كما هي من دون تغيير؟ وهل مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية ستعطي ثمارها في هذه السنة، أم أنها حتى إذا توصلت إلى حل سلمي للحرب القائمة فلن تؤدي بالضرورة إلى إرساء سلام دائم في اليمن لأسباب
أسباب كثيرة مرتبطة بطبيعة تاريخ اليمن ذاته. قد تبدو هذه التساؤلات فيها إفراط التشاؤم بحلول العام الجديد بدلاً من طرح رؤى تفاؤلية لمستقبل السلم في اليمن. وتابع الكاتب: كان التفاؤل واسعاً بين أوساط الشعب اليمني وبين الدول الإقليمية بفتح صفحة جديدة في الأمن والاستقرار في اليمن، ولا سيما أن الأمم المتحدة بدعمها للشرعية الجديدة ومساعدتها الفنية والعملية لمؤتمر الحوار الوطني والمساهمة في إعداد مسودة الدستور الاتحادي لا يقتصر فقط على إحلال السلم، بل ستعمل أيضاً وفق الأدوات والآليات التي ابتكرتها وطورتها في عهد الأمين العام السابق كوفي عنان، الذي انتقل من تركيز الدكتور بطرس غالي على الحرب الوقائية بين الدول إلى التركيز على الحرب الوقائية من الصراعات المسلحة على مستوى الحروب الأهلية خاصة التي راجت في مطلع القرن 21. وإلى صحيفة العرب اللندنية تناولت مقالاً للكاتب هاني مسهور يحمل عنوان اليمن مارتن غريفيث يختنق. وقال الكاتب في افتتاحية المقال: إن حالة الاختناق التي وصل إليها مارتن غريفيث ليست الأولى في مهمته، فقد وصل إليها في سبتمبر العام المنصرم عندما امتنع وفد الحوثي عن المشاركة في جولة المشاورات التي كانت مقررة بعد أن تحجج الوفد الحوثي بذريعة نقل الجرحى من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط. وأضاف الكاتب: مارتن غريفيث بات في وضعية الاختناق ليس لأنه يواجه الشرعية، بل لأنه يريد المرور من القرار 2451 وكل الضغط الذي كان في السويد ليذهب إلى المرحلة الثانية التي تتضمن الإطار التفاوضي على الحل السياسي. وهذه هي النقطة الأساسية التي قفز عليها الجميع أو تجاهلها تحت بنود إجراءات بناء الثقة. وتابع الكاتب: الأطراف اليمنية المتنازعة لم تصل بعد إلى مرحلة التفاوض السياسي، وليست مستعدة بعد لتقديم تنازلات يتحقق منها السلام أو حتى التهدئة، بل ما زالت توازع الحرب ومحفزاتها هي الأكثر حضوراً. ويبدو أن غريفيث في دائرة ضيقة، ومع ذلك ما زال يمتلك الأدوات الدولية التي تمنحه فرصة المناورة السياسية. وإلى كاريكاتير هذا الأسبوع، اخترنا لكم هذا الكاريكاتير من صحيفة البيان الإماراتية. بهذا الكاريكاتير من صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صحافة الأسبوع، على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. حتى الملتقى، لكم منا أطيب المنى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.